الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته من بعده إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها المشاهد الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته وبعد فما زلنا في رحاب هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وفي هذه الحلقة نتحدث بحوله وقوته عن هديه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الجيران فلقد جاء الإسلام بالإحسان إلى الناس عامة قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا وبالإحسان إلى الجار خاصة فقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والجار ذو القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وهنا ذكر المفسرون أن الجار ذي القربى هو الجار المسلم القريب والجار الجنب هو الجار غير المسلم والصاحب بالجنب هو الرفيق في السفر ألحقه الإسلام بحسن الجيرة مثل الجار في السكن تماما ولقد أدرك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهمية الإحسان إلى الجار فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال أقواله وتوجيهاته النبوية معايير للإحسان إلى الجار فمثلا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات كمال الإيمان الإحسان إلى الجار فقال صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره والنقيض جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إيذاء الجار من علامات عدم كمال الإيمان فقال صلى الله عليه وآله وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه وعندما ذكرت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة الصيام والصلاة والصدقة إلا أنها تسيء إلى جيرانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في النار وعندما ذكرت أخرى قليلة الصلاة والصيام والصدقة إلا أنها تحسن إلى جيرانها فقال صلى الله عليه وآله وسلم هي في الجنة وهنا نجد بعض المسلمين يقول أنا لا أحسن إلى الجار ولا أوجه إليه الإساءة وإنما أعتزله ما موقف هذا في الإسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هجر الجار فقال صلى الله عليه وسلم كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب سل هذا لما أغلق بابه دوني ومنعني فضله فلا يمكن لك أيها المسلم بأي حال أن تهجر جارك ولقد بلغ من فقه السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن كان معها هدية واحدة وهي تريد أن تهديها لأحد جيرانها فقالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي فقال صلى الله عليه وسلم إلى أقربهما منك بابا أرأيت إلى هذا الحد وصل فقه السيدة عائشة رضي الله عنها وإلى هذا الحد وصل اعتنائه صلى الله عليه وآله وسلم بالجار أنت أيها المشاهد الكريم لماذا تصلي ولماذا تصوم ولماذا تحج حتى تشفع لك هذه الأشياء فهل الإحسان إلى الجار يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى أكد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قبول شفاعة الجار في جاره فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنيين
إلا قبل الله شفاعتهم فيه وقال قبلت علمكم فيه وغفرت لكم له ما لا تعلمون. فشفاعة الجار في جاره مقبولة، كما أن شفاعة الصلاة والصيام والحج والزكاة في صاحبها مقبولة. فهل أدركت أيها المشاهد الكريم قيمة الإحسان إلى الجار وقيمة إيذاء الجار؟ إذا أنت فعلت هذا ماذا يكون عقابك عند الله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصطفى